يقول السائل: اشتريت قطعة أرض وأريد أن أبيعها بعد 5 سنوات، فهل في هذه السنوات زكاة مع العلم أني الآن لا أعرضها للبيع، وكذلك المبلغ الذي اشتريتها به باقي قسم منه دين في ذمتي؟ الاعتبار ما هو في العرض، الاعتبار بالنية، إذا نويتها للبيع صارت مالا زكوي، صارت عرض تجارة، إذا نويتها للبيع صارت تجارية، إذا تم لها سنة من النية لبيعها تقومها بما تساوي وتزكيها كل سنة. فالعبرة ما هي في العرض، العبرة بالنية، نية البيع. نعم.